أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في برنامج استديو الإخبارية. نبدأ حلقتنا لهذا اليوم بأخبار المناطق. في الخبر الأول نذكر الإسكان تستعد لتسليم 33 ألف منتج سكني في عدد من مناطق المملكة. في هذا الموضوع يسعدنا أن يكون ضيفنا الكريم الدكتور بندر العبد الكريم وهو المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان. مرحبا بك دكتور بندر. أهلا وسهلا فيكم وشكرا للاستضافة. بداية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحب أبارك فيكم جميع الأخوان المشاهدين في الشهر المبارك، وإن شاء الله يختم فيه بالقبول إن شاء الله في نهاية الشهر الكريم. دكتور بندر، في البداية نبغى نتعرف معك على المناطق التي سيتم البدء في التسليم لها فيما يخص المناطق الوحدات السكنية. هذه من طالما المبادرة تأتي ضمن استجابة الأمر الخادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين وولي عهد الكريم بأن يكون السكن الملائم الأولوية دائمة في جميع أجندة مبادرات الوزارة. وهذه الجهود تأتي بمتابعة ودعم كامل مع وزير الإسكان، وهذا المنتج يأتي من ضمن الإعلان يعني مع وزير الإسكان 100,000 منتج الذي ستطلقه الوزارة لمدة عام كامل. وقامت الوزارة في المنطقة الفترة السابقة بتسليم أكثر من 3,795 منتج سكني، وتشمل كل أرض وأرض وقرض وشراء شقة وفلة سكنية في أكثر من 6 مناطق في المملكة. وإن شاء الله الوزارة الآن في طور الآن تخصيص وتسليم أكثر من 33,000 منتج سكني إن شاء الله في الفترة القادمة. جميل، 33,000 سيتم توزيعها على عدد من مناطق المملكة كما ورد في الصحف، منها على ما يبدو المنطقة الشرقية وغيرها من المناطق. ما هي المناطق التي سيتم البدء فيها؟ والله حتكون إن شاء الله في جميع البيو، ولكن حتكون في القصيم والرياض والحائل والمدينة والجازان هذه في المرحلة القادمة، وبعدين حنتوجه إلى مدن أخرى إن شاء الله حيث نغطي جميع كافة مناطق المملكة بإذن الله. إحنا يا دكتور بندر يعني شاهدنا في حلقة سابقة نموذج للوحدات السكنية التي تم توزيعها على المواطنين، هل الدفعة القادمة من الوحدات السكنية ستكون على غرار التصاميم التي تعرفنا عليها في منطقة مثلا الرياض الخبرة؟ نعم، الوزارة الآن عندها أكثر من منتج، هذه واحدة من المنتجات اللي هي الفئة السكنية. الوزارة لديها منتج أرض وقرض وهذا سيتم تسليمه الحين، يمكن هتشوف تنوع في المنتجات الثانية لدى الوزارة اللي هي منتج أرض وقرض، منتج شقق سكنية، قروض حتكون تسلم للمواطنين لشراء وحدات سكنية جاهزة من القطاع الخاص. فهذه حتكون تنوع في إن شاء الله في المنتجات في الفترة القادمة، ولكن الغالب حيكون إن شاء الله فلل وأراضي وقروض. الفلل، ما هي يعني مواصفات الفلل التي سيتم توزيعها؟ اغلب التصاميم الوزاره تتراوح مساحه بين 375 الى 450 متر، وتتكون من طابقين، وجميع الخدمات موصوله، البنيه التحتيه واصله لها بالكامل من كهرباء ومياه وارصفه واناره، بحيث يكون الحي متكامل جميع الخدمات. نعم، لكن فيما يخص الحي يعني تم وضع استراتيجية معينة لأن يكون شامل لجميع الخدمات فيما يتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية. طبعا هذا الآن في طور التعاون مع الوزارات المعنية مثل وزارة الصحة، زي ما تفضلت، وزارة التعليم النسائي للمناطق الخدمات، خلينا نقول التعليمية والصحية هي من اختصاص الوزارة المعنية، وإن الحمد لله يعني في الآن في مبادرات الآن بالتعاون. أعتقد سمعنا طال عمرك قبل أسبوعين الوزارة الإسكان مع معالي وزير الإسكان وقع مع معالي وزير التعليم اتفاقية تعاون، ومن ضمن هذه البنود اللي هو تفعيل توفير خدمات تعليمية في مناطق مشاريع الإسكان إن شاء الله. هذه الحق إن شاء الله اتفاقية إن شاء الله مع وزارة الصحة. شكرا لك الدكتور بندر العبد الكريم المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، شكرا جزيلا على مداخلتك، يعطيك العافية. أما الآن أعزائنا المشاهدين فننتقل إلى الخبر الثاني. أوبر ستوفر 100,000 فرصة وظيفية للسعوديين خلال 5 سنوات. في هذا الخبر معنا الأستاذ فارس الفاضل وهو مدير العمليات بشركة أوبر في السعودية. مرحبا بك أستاذ فارس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم على هذه الاستضافة، إن شاء الله أن نقدر ننفع المجتمع بوجودنا في السعودية ومن خلال توفير هذه الفرص الدخل.
إن شاء الله. يعني 100,000 فرصة وظيفية، أكيد أنكم اعتمدتوا استراتيجية معينة لتحقيق هذا الهدف، ما هي هذه الاستراتيجية؟ طبعا بس أنا أحب أوضح أن هي ما هي وظيفة، هي فرصة دخل، لأن عندنا في منصة أوبر الشريك اللي معنا يختار ساعات عمله وكيف يريد أن يعمل، فهذا بس توضيح بسيط. بالنسبة للاستراتيجية طبعا العمود الأساسي للاستراتيجية هو الطلب المتزايد على خدمة أوبر. الحمد لله احنا يعني قدرنا أن نقدم منتج يفيد في نقل الموظفين في المدينة، وطبعا من أهداف الرؤية 2030 زيادة توطين الوظائف للسعوديين، واحنا نحب ان نساهم بشكل كبير في نقل هذه الموظفين. لكن على صعيد السائقين هذا الطلب المتزايد راح يخلق فرص اننا نضم سائقين سعوديين زيادة في المنصة، وهذا يتم تدعيمه من خلال الشراكات مع القطاع الخاص والقطاع العام. طيب لكن الاعتماد الان القائم على غير السعوديين كم في المئة؟ يعني احنا عندنا ما يزيد عن 1,000 شريك سعودي، والغير سعوديين تقريبا 7,000. لكن احب انوه ان ال1,000 هذولا خلال 6 شهور، يعني بدينا قبل 6 شهور كنا 50 سائق سعودي، الان الحمد لله وصلنا اكثر من 1,000. انت ذكرت اوبر انها تتعامل مع السائقين السعوديين على انهم اصحاب عمل وشركاء، يعني ما المقصود بذلك؟ طبعا اصحاب عمل عندنا شركاء، يعني ابتدوا كسائق مفرد واستطاع بعد التطوير من نفسه والعمل الجاد انه ياسس مؤسسه يعمل عن طريقها مع اوبر، فجاب له 10 سيارات وبدا يتوسع في عمله. فهذا على سبيل المؤسسات، وعلى سبيل الافراد عندنا افراد سعوديين نتعامل معهم يعني بصفه يعني 1-to-1 على قولتهم، مع هو كفرد. نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ فارس الفاضل مدير العمليات بشركة أوبر في السعودية، شكرا جزيلا على مداخلتك. أما الآن فنأخذ المداخلة الهاتفية الثانية، عبد الله بوسقير وهو استشاري موارد بشرية. مرحبا بك أستاذ عبد الله. أحييك وحيي السادة المشاهدين على القناة الإخبارية وحيي ضيوفك الكرام. يا مرحبا فيك أستاذ عبد الله. يعني في الخبر الذي يقول من شركة أوبر سنوفر 100,000 فرصة وظيفية للسعوديين خلال 5 سنوات، يعني في حال حققت بالفعل بعض الشركات مثل هذه الاستراتيجيات، كيف ينعكس ذلك على سوق العمل ومدى توفر فرص عمل للشباب السعودي؟ وما في شك طبعا اقتصاد الدول يعتمد على الوظائف الصغيرة في المتوسطة، فمتى ما استطعنا أن احنا نغطي الوظائف الصغيرة والمتوسطة بشباب من وطننا هنا، يعني من شباب داخلي، من شباب سعودي عنده القدرة والقابلية على إدارة دفة الأمور في سوق العمل، سوف نحقق مرحلة اقتصادية إن شاء الله قوية خلال 5 سنوات الجاية، اللي في خلينا نقول مرحلة 2020 وليست 2030. ولكن التوظيف مثل هذه الوظائف يحتاج له إلى استراتيجية واضحة، إضافة إلى تأمين متطلبات الحياة للموظف السعودي. هذا لازم يكون في يعني تأمين واضح لمتطلبات الحياة، لازم يكون في شيء مغري أنه يستطيع أنه ينخرط في وظائف صغيرة وينمو معها خلال 5 سنوات. يعني مثل إيش أستاذ عبد الله يحتاج بالفعل؟ يعني ماذا يحتاجه في هذه يعني الوظائف غير عملية الدخل؟ نعم. يعني إذا مثلا تكلمنا عن راتب، لازم يكون في عنده راتب ويكون في بونص ثابت واضح، ويكون في عنده تأمينات اجتماعية، عنده تأمين طبي له والأفراد أسرته، الأشياء الأساسية هذه لابد تكون مؤمنة، إضافة إلى انتظام في عملية دفع الرواتب، لأن أغلب الشركات للأسف الشديد خاصة في الوظائف الصغيرة والتشغيلية تجد أن في تأخير كبير للرواتب، مما يعني يخلي الشباب السعودي يعزفون عن العمل في مثل هذه الشركات. نعم أستاذ عبد الله، أنت متخصص يعني في الموارد البشرية، من واقع خبرة ما هي أهم المهارات التي يجب أن يمتلكها الآن الشباب السعودي حتى يستطيع أن ينخرط في سوق العمل؟ يعني بعيدا عن قضية التخصص، مهارات أساسية يجب أن تكون متوفرة لدى الشباب عامة. والله مهم جدا أن يكون عنده مهارات اتصال، communication skills، كيف يقدر يتعامل مع رئيسه، كيف يتعامل مع مرؤوسينه، لأن أغلب القطاع الخاص أيضا في اختلاف جنسيات، في مالتي ناشنال، فبالتالي يصعب على الشاب السعودي اللي ما اشتغل ولا مره في حياته، خاصه الفريش جرادويت او الشخص الجديد،
انه ينخرط مع بيئة اعمال مختلطة ما بين سعودي وما بين غير سعودي، وخاصة لما يرأسه يعني شخص يكون غير سعودي، هو ما عنده القابلية ولا الثقافة ولا التدريب الكافي انه يتعامل مع الجنسيات هذه، فيجد نفسه في اصطدام بين ثقافتين فينفر من العمل غالبا. نعم، لكن واقع القطاع الخاص هل ترى أنه تغير من حيث احتواء أعداد المواطنين في فرص التوطين؟ ما في شك أنه بعد القرارات السعودة وما إلى آخره في تغيرات كبيرة أصبحت في معاملة الشاب السعودي في 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 قطاع الأعمال. أيضا أصبح الشاب السعودي له قيمة ولا احترام، ولكن الشواذ موجودين لا زالوا، لكي نكون منصفين تماما، لا 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 زال يوجد شواذ من الشركات يتعاملون مع الموظف السعودي على أنه مكمل لنسب السعودة لا أكثر. نعم، جميل، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ عبد الله بوصقير استشاري موارد بشرية، شكرا جزيلا على مداخلتك. أما الآن أعزائنا المشاهدين فننتقل إلى الخبر الثالث. جامعة بيشة تنفي التعاقد مع أكاديميات تونسيات. حول هذا الخبر يسعدنا أن يكون ضيفنا الأستاذ غرم الله العلياني المتحدث الرسمي والمشرف على المركز الإعلامي بجامعة بيشة. مرحبا بك أستاذ غرم الله. أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم المشاهدين. نعم، عليكم السلام ورحمة الله. دكتور غرم، يعني حول هذا الخبر، ما هي الملابسات التي حدثت ليعتقد أنه بالفعل حدثت هذه الإشكالية أو هذا الخبر؟ حياكم الله أختي العزيزة وأشكر لكم الاستضافة وأدعو الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم أعمالنا في هذا الشهر الفضيل. الحقيقة أختي، جامعة بيشة هي إحدى الجامعات الناشئة التي تحظى برعاية واهتمام قيادة هذه البلاد. وفقنا في جامعة بيشة بهذه الجامعة الناشئة التي سوف يكون بإذن الله عز وجل لها الأثر الكبير على المجتمع في بيشة وضواحيها والمحافظات التي تتبع لها تعليميا كمحافظة تثليث ومحافظة بالقرن ومحافظة النماص. الحقيقة ليس هناك مشكلة، يعني نحن في جامعة بيشة الحمد لله عز وجل الكوادر الوطنية تفوق 50% من أعداد العاملين فيها، والموظفون يغطون 100% من الموظفين في الجامعة. ليس هناك إشكالية الحقيقة، يعني ما أثير في بعض وسائل التواصل وبعض الصحف المحلية هو يعني لبس حول موضوع أثير سابقا قبل أكثر من 6 أشهر، وهو أن الجامعة ترسل كعرف متعارف عليه أكاديميا في جميع الجامعات أنها تقوم بإرسال خطابات المحقيات الثقافية في جميع الدول التي تربطها بالمملكة العربية السعودية في كالاستفادة من بعض الخبرات الموجودة في هذه الدول وليست موجودة في الجامعة، فيتم إرسال خطابات لجمع فيه ذاتية لأفضل ما لدى تلك الدول من خبرات يستفاد منها في الجامعات السعودية، وليس الحقيقة إعلان وظائف. وهنا الإشكالية التي حصلت أنه يعني الجامعة لم ترسل للتوظيف وإنما أرسلت لكي تستفيد من الخبرات الموجودة عن طريق السيرة الذاتية، حينما تذهب لجان التعاقد تستفيد من هذه المعلومات الموجودة في الملحقيات. نعم، نحن في الجامعة وفي جامعات السعودية بشكل عام، نعم، تعلمين أختي الفاضلة أن إجراءات التعاقد أو إجراءات التوظيف تمر بعدة مراحل معروفة يعني عرفا في البلاد بشكل عام، ويعني حتى لو أن الجامعة أرادت أن تتجاوز فهناك الجهات الرقابية التي لا تسمح لها بذلك، ونحن في الجامعة نسير على يعني هذا النظام منذ أن أنشأت الجامعة قبل سنة ونصف أو سنتين. الإجراء الأول أختي الفاضلة أنه نعم، يتم الإعلان عن طريق موقع الجامعة وعن طريق الصحف المحلية الرسمية وعن طريق المواقع على أنه في جامعة بيشة عدد كذا من الوظائف الأكاديمية. يتقدم لها المواطنون السعوديون، يتم فرزها، يتم عرضها على الكليات والأقسام للاستفادة من يعني يعني تحديد من يمكن أن يكون لهذه الوظيفة عبر مجالس الأقسام ومجالس الكليات، ثم تعرض على اللجان المتخصصة ثم على مجلس الجامعة. نعم، كما هو معمول به في الجامعات ككل. كما هو معمول به في جميع الجامعات. بعد ذلك أستاذك يتم مخاطبة الخدمة المدنية في هل يوجد على قوائم الانتظار من المواطنون من يشغلون هذه الوظائف من غير المتقدمين لدينا عن طريق موقع الجامعة أو عن طريق الجهة التي تنظم للتوظيف. نعم. كذلك إذا أتتنا القوائم من الخدمة المدنية في هذه الحالة نفرز جميع المتقدمون ونبدأ في إجراءات ما بعد هذه الخطوة، وهي ما هي التخصصات التي ليست موجودة
او التخصصات الموجوده التي ليس لم يتقدم لها احد، ثم بعد ذلك نخاطب الخدمه المدنيه مره اخرى لتسمح لنا بمخاطبه وزاره العمل لاستخراج تاشيرات. فما يتم التعاقد مع اي شخص من خارج هذه البلاد الا عبر هذه القنوات، وكما ذكرت لك يتم بعد ذلك ذهاب لجان التعاقد. والحقيقه انه في الفتره الماضيه لم تذهب اي لجنه تعاقد للتعاقد خارج البلاد حتى الان. نعم جميل. تذهب لجان التعاقد الى تلك الدول، ثم بعد ذلك تستعرض السيره السياسيه والمتقدمين على الوظائف، ويتم يعني اخذ افضل الخبرات في تلك الدول لتغطيه هذا النقص. الذي اود ان اؤكد عليه هو ان هذا التعاقد هو لسد احتياج في اضيق الحدود، ويمر باجراءات وسلسله اجراءات معروفة على مستوى الجامعات السعودية وعلى مستوى البلد، ويتم يعني الإشراف عليها من الجامعة ومن وزارة الخدمة المدنية ومن الجهات الرقابية. نعم. في البلد، يعني لضمان سير العملية عمليات التوظيف بأفضل ما يمكن. نعم جميل. اليوم أعلنت اليوم تسمحي لي عن 101 وظيفة إدارية في الجامعة، أعلننا قبل ما يقارب من شهرين عن عدد من الوظائف الأكاديمية وتقدم لها مواطنون. نعم. سنعلن بعد العيد إن شاء الله عن وظائف المعيدين إن شاء الله. والحاضرين وما إلى ذلك إن شاء الله. شكرا لهذا التوضيح دكتور غرم الله العلياني، المتحدث الرسمي والمشرف على المركز الإعلامي بجامعة بيشة، شكرا جزيلا لك على هذا التوضيح. أما الآن أعزائنا المشاهدين فننتقل إلى قضية اليوم. يعتبر القرقيعان من أهم وأحدث العادات الشعبية الرمضانية في السعودية وخصوصا المنطقة الشرقية، ويتميز القرقيعان بالأطفال الذين يجوبون الشوارع مبتهجين بهذه المناسبة الرمضانية التي توارثتها الأجيال، وهم يلبسون الملابس الجديدة والتي قد خيطت لهم خصيصا لهذه المناسبة. نشاهد هذا التقرير ثم نعود. في هذا الموضوع يسعدنا أعزائنا المشاهدين أن يكون ضيفنا الكريم في الاستوديو الأستاذ عبد العزيز المبارك، وهو باحث اجتماعي. مرحبا بك أستاذ عبد العزيز. حياك الله دكتورة طرفة، وحيا للمشاهدين جميعا. معنا أيضا الأستاذ إبراهيم جبر، وهو ممثل وناقد فني من الدمام. مرحبا بك أستاذ إبراهيم. أهلا وسهلا، الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. أبدأ معك أستاذ عبد العزيز، يعني عادة قرقيعان ما هي سعودية المنشأ صح؟ غير صحيح. لو نبي نتكلم عن هي زي ما تفضلتي عادة. نعم. والعادة هذه ظاهرها الفرح، يعني الفرح ما له جنسية ولا له لون ولا له، كل الناس تبغى تفرح، لكن فيه مشابه لها في المناطق السعودية. طبعا المنطقة الشرقية موجودة عندهم، يعني هي عادة غالبا انتشرت في المناطق الشرقية أو غرب الساحل الخليج العربي، لكن في عادات مشابهة لها في المناطق في نجد وفي والاحتفال اصلا بهذه المناسبه موجود في كل بلدان العالم الاسلاميه.
نعم. موجود في مصر، في المغرب، في الحجاز، موجود في كل مكان. طيب ليش نجد عند البعض يعني رفض لمثل هذه العادات، يعني من مبدأ أنها عادات تعتبر دخيلة ليست عادات أصيلة في المجتمع، وبالتالي يعني ليس علينا العمل بها؟ هنا المشكلة اللي وبس ودي أسوي شوي تركيز عليها. في بعض يعني إحنا ابتلينا بمجموعة من الناس أي شيء لازم يعني يدققون فيه ومحصون فيه ولبسونه غير لبسه. يعني العادة هذه ما لها وقت معين، هي تقريبا كل الشهر أو بداية الشهر، وفي ناس يحتفلون برمضان قبل يجي. عادة غالبا للأطفال، ظاهرها الفرح والهدايا ولا شيء، ما فيها شيء لا عقدي ولا هي ظاهرة فرح، عادة اجتماعية ما لها دخل. يعني أنا بس ودي أعلق تعليق بسيط. احنا يعني يمكن انتشرت عندنا عادات تجينا من يعني احنا اخذناها من المنطقه الشرقيه، المنطقه الشرقيه هذه جزء من وطننا. نعم. زين. وجتنا عادات من خارج، يعني من الاف الكيلومترات ومن قارات بعيده، وما حد يمكن اعطاها هذا الزخم، وما حد ولازم نشوفها قائمه، ما حد انتقدها. نعم. ولا نظر لها بسوداويه. نعم. ولا انتقد لها ولا نظر لها بسوداويه ولا لبسها لباس المذهبيه والعنصريه والمناطقيه. عادة يعني حتى يعني أنا لما قرأت لقيت في مناطق نجد قديما في عادات مشابهة لها. اللي استغربت منه أنه لقيت ناس يرجعونها حتى للاستعمار البرتغالي قبل 200-300 سنة. يعني وش الكلام هذا؟ يعني أنا استغرب. يعني أنا كنت أتكلم يعني مع بعض الناس قلت على مستوى العبادة واللي هي أقوى وأهم، الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، سأل عن ليش؟ قالوا هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى، فقال نحن أولى بآل موسى، وبس قال خالفوا اليهود صوموا يوم قبله ويوم بعده. وأنا أقول نحن أولى بالفرح، نحن محتاجين الفرح، محتاجين هالثقافة، أطفالنا محتاجين الفرح. ما في كل شيء ممنوع وحرام ولا تسوي هذا، تراك تتشبب فلان ولا تسوي فرح. يا أخي هذا طفل بريء، هو يفرح بهذا الشهر، يفرح بالهدايا اللي تجي، اصلا تصير عنده ظاهرة جميلة انه استقبال هذا الشهر، ولما يكون فيها الإيجابية والفرح والابتهاج يصير يعني يتلهف شوقا لهذا الموسم. صحيح. وهذه المناسبة العظيمة. نعم. انتقل بالسؤال الان للاستاذ ابراهيم. استاذ ابراهيم يعني اعطينا تفاصيل اوسع يعني في قرقعان المنطقة الشرقية. القرقعان في المنطقة الشرقية وفي عدد من دول الخليج والدول العربية كما ذكر أخي هو موروث شعبي، احنا ورثناه موروث شعبي من يوم احنا صغار. خلينا نتكلم باللهجة العامية، من يوم احنا صغار لجي قبل المنتصف، قبل 14 أمهاتنا خذوا خريجة دراعة قديمة قصوها سووا لنا كيس صغير زين ولا لا، وحطوا له كذي مثل الخيط وشو الذي يما قالت هذا حق القرقعان. شو القرقعان؟ رحنا سوق الحساوية شفنا البائعين يبيعون النخي والسبال والحلاوة. إذا جاء أنا قرقعت هنا وقرقعت في قطر في الدمام، وفي انقرقع الصبح في قطر يقرقعون في الليل. إذا قرقعنا في الفريج الواحد كل ناس لهم هزوجة خاصة، يعني حتى فريد شرق عندهم هزوجة تختلف عن فريد جبلة، المناطق تختلف، ويفرح الياهل. في مقولة يقولونها لنا الأولين من فرح ياهل فرح نبي، فالفرح وهالموروث الشعبي يفترض ان احنا ما ينقرض، نحافظ عليه. كون هناك من جيف الأخير وصفوا بدعة حرمونا من المسحر، كان عندنا المسحر يطلع زين ولا لا، قبل موروث شعبي المسحر يجي يطق بالطبل ويمر في الفرجان من فريج لين فريج ويوقظ الناس علشان يتسحرون قبل دخول الكهرباء. أشياء جميلة موروث، المجتمعات تحافظ على موروثها وتحاول تنشره، وإحنا للأسف هناك من يعني حتى ينقل للمشايخ، مشايخنا الله يجزاهم خير بالعكس لا يرفضون مثل هذه الموروث الشعبي إذا كان ما في يعني محظورات. نعم. صحيح. ولكن هناك من ينقل صورة غلط. نعم صحيح. أستاذ عبد العزيز يعني يبدو أن لك تعليق على ما ذكره. الأستاذ إبراهيم قال نقطة مهمة جدا، نقل الصورة الخاطئة للعلماء. نعم. هو اللي خلى يعني انا اذكر يعني الاستاذ ابراهيم ذكر هالكيس اللي يعني يعمل ويعلق
زي الشنطة الصغيرة وكذا، هذا أنا أذكره في نجد، بس كان عندنا في العيد ندور على البيوت كذا ويعطونا نفس الفكرة، نفس فكرة القرقيعان، بس كنا احنا في العيد. في بعض المناطق برضو في نجد كانوا في رمضان عندهم نفس العادة هذه. فاللي بقوله مصادرة الفرح ترى يعني على فكرة كيف انتقلت احنا، أنا خلينا نرجع، يمكن أنت سألتي سؤال وجيه جدا، وشلون انتقلت دخلت علينا في المجتمع السعودي، هي مين بدخيلها؟ نعم. كيف الفرح يكون دخيل علينا؟ من كثر الكلام عنها الناس ترعى الإنسان العادي جدا، يجي فترة من الفترات خاصة مع انتشار وسائل التقنية، مع سهولة الوصول للمعلومة، مع القراءة، مع كثرة احتكاكه مع الآخرين، يجي فترة يصير عندهم مستوى جيد من الوعي. نعم. وكافي أنه يعرض ويوصل المستوى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو علي مقولة ظاهر عشان أنا ماني متأكد منها، استفتي قلبك ولا وافتاك، يعرف وش الخطأ وش الصح وش اللي يخالف وش اللي يخالف، إيش في العادة مخالف للأشياء العقدية ولا القيم ولا فرح أطفال وهدايا وترسيخ إيجابي المناسبات لها قدر عظيم. جميل. عندنا. نعم. في هذه النقطة يعني أستاذ إبراهيم، ترسيخ العادات التراثية التي تجلب الفرح، أنت كيف ترى واقع في المجتمع السعودي؟ يعني حتى إذا جينا نتكلم من خلال الفن، هل أدى الفن رسالة يعني عمق من خلالها هذه الموروثات؟ والله لحد الآن يعني في حتى في الفن مقصر، ولكن الأشياء هذه الموروثات الشعبية لازم احنا نحافظ عليها ونحاول انها ما نخليها تندثر، يعني لأن هذه جاتنا من مئات السنين من الآباء والأجداد، فيفترض في المجتمعات الأخرى يحافظون على موروثهم الشعبي وما يحاولون يعني ينظرون للنظرة اللي هي دائما نظرة يعني ضد الفرح ونظرة سودائية ونظرة ضد هذا بدعة. وحتى في للأسف في الأخير بدأ من يعني في أطياف في المجتمع، كل طيف يقول لا هذا بدعة، الطيف الآخر يقول لا هذه احنا نحتفي فيها لأجل كذا وكذا وكذا. جاتنا احنا هذا الموروث الشعبي ورثناه من غير ما نعرف هو لكذا وكذا، مارسناه طفوليا ونقلوه لنا أبائنا وأجدادنا كموروث شعبي يشعرنا بالفرح يشعرنا بالسعادة، وهذا كافي بحد ذاته أنك تشعر الطفل بأنه تفرح الطفل تسعد الطفل. وعندنا يعني احنا لازم يعني نحتفي بهالموروث الشعبي الجميل في على انحاء المملكه، كل منطقه من مناطق المملكه فيها موروث جميل وكذا، ونحاول ان نستفيد منه ونحاول حتى تطويره ما يمنع. نعم. لك استاذ ابراهيم يعني في نقطه التطوير، انت تشوف الان ان القرقيعان مثل ما بزغ كظاهره في السابق هو موجود الان بنفس وضعه ولا طرا عليه تغيير؟ لا طرا اكون معك، يعني الاول نشتري السبال والنخي والبيذان زين ولا لا، وبعدين نطلع وكل واحد يعود يعني يلف بيت، انا واحد من اللي الف فريج بيت ما خلي حتى عاد ما اعرف يعرفون قرقيعان ما يعرفون قرقيعان، المهم اللي وياه يلا قول له يلا قرقيعان، اعطونا الله يعطيكم بيت مكه يوديكم لاهاليكم ويلحفكم بالساحه، واللي واذا سكت اليمين دحته كذي يلا قول. فاشياء جميله وتفرحنا، وحتى عيالنا الان في دارين الان في المنطقه الشرقيه في الدمام ممكن اختفى، والخبر ها في دارين موجود، في اللي يبغى يعني دارين هالدارين، وبحكم ان جزيره دارين محافظين على الموروث القرقيعان، وفي الاحساء برضو، لكن في بعض المدن انا فرحت انه موجود القرقيعان في الرياض، يعني قرات وهذا شيء يفرحني، انتقل حديثا صحيح. اي نعم يفرحني، يعني اشوفه في الرياض واشوفه في جده واشوفه في كل مناطق المملكه، لانه موروث سعودي، موروثنا السعودي لازم نحتفل فيه ونحافظ عليه. صحيح. استاذ عبد العزيز، لما كنت اسال الاستاذ ابراهيم على موضوع التغيير هزيت راسك، قلت انه في حدث تغيير. انا بس لي تعليق من ناحيه فوائد هذه العاده وملاحظات على السلبيات والايجابيات. بس قديما كانوا الاطفال يلفون في الحي ويمكن يروحوا للاحياء اللي جنبهم،
نلاحظ الحين انه هذه العاده تسوي نوع من التلاحم الاجتماعي، كسر الحواجز. مشكلتنا الحين جارك يمكن ولا اللي ساكن فوقك في 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 مسافه بينكم، يعني الاطفال دائما يقربون ترى هالمسافه، خاصه اذا راحوا وصار هالعاده موجوده عند يلفون على البيوت. اللي هنا موجود انا اللي اسمع عنه القرقعان الموجود هنا انه بعض العوائل او بعض مثلا الاشخاص يسوي مناسبه للزملاء وذا يحطونها مثلا في استراحه في مكان، في نوع من يعني انواع انا احس البذخ شوي. نعم هي ميزه هذه العاده بساطتها، صحيح. انه يعني اللي مقسوم اللي موجود بالبيت نعطيكم على قولة أخوي إبراهيم سبال حلوى قريض، بعض الناس ممكن يعطيهم أموال يعني على ريال ريالين للأطفال، وكنا حنا نلف ونفس الشيء يصير لنا في ناس ويعطونا القروش ويعطونا. أنا أقصد أنه هذه العادة أنا أتمنى شخصيا أنها تعاد من جديد بالشكل اللي يتكلم عنه الأستاذ إبراهيم، أنه الأطفال يطلعون ويلفون على البيوت، لأن هذا يكسر حواجز ويزيح حواجز كثيرة. شوف يا دكتورة المشاكل اللي تحصل الحين، قضايا المشاجرات وحين تصل إلى القتل، نلاقي ناس أعمارهم 15-16 نعم. بسبب عدم وجود مثل هالعادات هذه تزيل الرواسب، تبسط الناس لما يصير فيه المشاحنات هذه وتكبر ويتربى أنه انتبه هذا لا يغلبك فلان، ولا لا يطقونك، ولا إذا طقوك طقهم، ولا جيب فلان. هذه مشكلة كبيرة جدا، هي اللي أفرزت عندنا هالمشاكل والشحناء والبغضاء. لا نستهين بالعادة، ترى عادة صغيرة لكن ممكن أثرها صحيح. كبير جدا في التلاحم الاجتماعي، في مد جسور الألفة والمحبة بين أطياف المجتمع وبين أفراد المجتمع. حتى على فكرة لما يشوفونا إحنا السعوديين عندنا ما شاء الله مقيمين كثير وأجانب من غير السعودية، صحيح. لما يشوفون هالعادات الجميلة عندنا يصير عندهم انطباع جيد عنا، بالعكس يتأثرون. ونلاحظ مثلا في بعض الناس يقول لك انا احنا عندنا مثلا في مصر عندنا في المكان الفلاني، شوف الاطفال يطلعون ويفرحون. حتى في مصر يمكن وبعض الدول من اول رمضان الى اخر رمضان وهم يلفون، صحيح، وهم يلفون كل ما خلصوا منطقه راح المنطقه الثانيه الاطفال، صحيح. نعم. استاذ ابراهيم، يعني تحدث الاستاذ عبد العزيز عن مجموعه من الايجابيات في مثل هذه العادات الشعبيه والموروثات، هل لك وجهه نظر فيما يتعلق بالايجابيات والسلبيات؟ والله أنا عجبني كلام أخوي عبد العزيز لما قال إنها تكسر الحواجز، تكسر حاجز حتى بين الجيران، وصحيح. الآن الجار ما يعرف جاره، الأول إحنا يا أهالي بيوتنا مفتوح، البيوت مفتوحة على بعض ونخش زين ولا لا، هذا أهلنا وهذا لنا أهلنا ونقرقع سوا، وكسر نقطة كسر الحواجز والتواصل ما بين الناس ما بين الحي. الآن جارك ما تعرف جارك، هذه الأشياء لا بالعكس تقرب الناس من بعض والأطفال، وهي موروث جميل، ومجتمعنا السعودي مليء ومليء بالحياة. نعم أستاذ عبد العزيز، أنت قلت قبل قليل أن إحنا أحيانا نعيش حالة تناقض، نقبل بعض العادات والموروثات الشعبية من حضارات أخرى بينما لا نقبلها من الداخل، يعني سبب هذا التناقض ليش النظرة هذه؟ سبب أنا أتوقع على فكرة دكتورة أنه في نوع من أنواع، لاحظي أغلب الناس اللي يمارسون هالعادات أغلبهم شباب، في نوع من أنواع العناد أحيانا. لما أنت تجي تقول لي كل شيء ممنوع وكل شيء حرام وكل شيء، يا أخي لا تصادر مني الفرحة، من حقي إني أفرح، صح ولا لا؟ الفرح مباح، الله خلقنا في الدنيا مو عشان نتألم ونضيق صدورنا، صح عشان نجاهد النفس نتبع أشياء معينة، بس مو عشان نتعذب، في فرحة مباحة يعني. والرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول هو خير البشر وأعظم من عبد الله سبحانه وتعالى، كان يمازح الناس ويعطي نفسه وقت لتستريح ويمازح هذا ويضحك مع الميب. الدعوة ميب أن احنا نتزمت ونقول للناس لا لا لا، الناس صارت تتلقى من برا، ما له دخل فيك، يروح يسوي اللي يبغى وهو ما درى عنك، صحيح. لكن أنا دوري لما أكون مرشد ومرشد مؤثر وبالمنطقة أتكلم، هذا 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 الشاب يستجيب، وانا بعطيك شيء ملاحظ. يعني زمان كان في مناسبات واضح انها فيها شيء عقدي، الناس ترى ما عاد تهتم فيها الحين، يعني زي لو قلنا على سبيل المثال الفالنتاين ولا الهالوين، مع انه في لا زال في ناس، بس الناس ما عاد زي اول. يعني انا اذكر في فتره من الفترات كان لها زخم كبير جدا، بس الناس خلاص توحت، ترى مجتمعنا الحمد لله بخير، ولكن طبيعة النفس البشرية وطبيعة النفس الإنسانية وهذا المنهج الإلهي، وادعوا إلى سبيل ربك بالموعظة
والكلمة الحسنة، يعني كل هذه بالطيب وباللين. ما أجي أقول لك والله حرام، طيب حرام ليش؟ فهمني، طيب كيف أفرح؟ عطني صحيح. شيء أفرح فيه. إذا حتى هذه العادة البسيطة اللي هي بس للأطفال طلعنا فيها سين وجيم وصاد، مشكلة هذه. نعم أستاذ إبراهيم، إحنا يعني وصلنا إلى الختام، هل تود أن تضيف كلمة أو تعليق نهائي؟ والله أنا ما لي تعليق إلا أقول الله يعطيكم العافية في قناة الأخبارية مثل طرح هذه المواضيع اللي تهتم بالموروث وتبين تبين الصورة صحيحة كما هي، يعني أنه هذه العادة تعود الأطفال، حتى تعودهم وتشجعهم حتى في شهر رمضان أنهم يصومون، يعني نعم. ها ترى بيجيك قرقعان وبخليك تقرقع وبشتري لك تشيز وبشتري لك حب وبيذان فالأشياء هذه جميلة. صحيح. أستاذ عبد العزيز، آخر ما تود أن تضيفه؟ آخر ما أود أن أضيفه أقول يا جماعة الخير أفرحوا، مدام ما في شيء يناقض عقيدتنا ويناقض قيمنا الأصيلة، وما في بذخ وما في شيء بسيط ويحببنا من بعض ويفرحنا، وخاصة أهم شريحة عندنا اللي هم شريحة الأطفال اللي هم مستقبل البلد، أفرحوا وإن شاء الله كريم. الأستاذ عبد العزيز المبارك باحث اجتماعي، شكرا جزيلا على تواجدك معنا اليوم في الاستديو. شكرا لك. أيضا ضيفي الكريم من الدمام الأستاذ إبراهيم جبر الممثل والناقد الفني، شكرا جزيلا على تواجدك معنا في هذا الموضوع، يعطيك العافية. أما الآن أعزائنا المشاهدين فننتقل إلى الفقرة الأخيرة من حلقتنا لهذا اليوم. نظم مركز الملك سلمان للشباب فرص الشباب في برنامج التحول الوطني 2020، وبحث اللقاء العديد من المحاور التي تتعلق بالعنوان العريض للقاء، هل تشكل رؤية 2030 خزانا للفرص المتعلقة بالشباب السعودي، وماذا يجب على الشباب عمله للاستفادة من البرنامج وكيفية الإسهام فيه. نتابع تقرير سعود بن بجاد. مبادرة فرص الشباب في برنامج التحول الوطني 2020 وارتباطها برؤية المملكة 2030، استضاف مركز الملك سلمان للشباب متخصصين في مجالات متعددة في أمسية حوارية مع نخب متنوعة من الشباب السعودي المهتم بالفرص الشبابية في رؤية المملكة 2030 والتحول الوطني. برنامج التحول كيف ممكن تحويله من أنه خطة جامدة إلى فرص وممكن البدء في تنفيذها عمليا والمشاركة فيها بشكل أساسي، سواء كان صاحب مشروع أو حتى مواطن يبغى يتوظف في هالمجال، وش المهارات اللي يحتاجها بحيث يكون عضو مساهم في تحويل الخطة وتنفيذها على أرض الواقع. واحدة من أهم الأشياء اللي تكررت في ثنايا الخطة أو البرنامج هو إشراك القطاع الخاص وكذلك المواطنين في عملية تنفيذ هذه الرؤية، مو فقط دورنا رقيب وإنما دور تنفيذي وشريك في تنفيذ هذه الرؤية والخطة ومبادراتها وتحويلها على أرض الواقع. فهذا يضع أمامنا فرصة ويضع الكرة في ملعبنا للتنفيذ والأخذ دور أساسي في القيادة والمساهمة في التنفيذ. ويهدف المركز إلى فتح مجال المبادرة من الشباب السعوديين من خلال البحث عن كل الفرص المتاحة وفتح الأبواب أمام الأسئلة والأجوبة التي تعزز قيمة البحث والمشاركة والانخراط في البرنامج. أعتقد اللحظة التاريخية اللي احنا نعيشها كشباب موجود في هذا الوطن لحظة فريدة جدا، تتميز بوجود فرص واضحة ومحددة للشباب يستطيعوا المشاركة فيها في تنمية هذا الوطن وفي مستقبل هذا الوطن. وجود هذه الرؤية وجود برنامج التحول الوطني ساهم في وجود نموذج واضح نستطيع من خلاله التفاعل، نستطيع من خلاله المشاركة في تنمية هذا الوطن، نستطيع من خلال المبادرة في صناعة مشاريع، صناعة مؤسسات، شركات تسهم في تنمية هذا الوطن بإذن الله تعالى في المستقبل. خصوصا وأن الرؤية سلطت الضوء على الكثير من المناطق التي تعتبر ساحة رحبة للشباب ويمكن استغلالها. سعود بن بجاد، الإخبارية، الرياض. في هذا الموضوع يسعدنا أن يكون ضيفنا الكريم في الاستوديو الأستاذ هاني المقبل وهو المدير التنفيذي لمركز الملك سلمان للشباب. مرحبا بك أستاذ هاني. أنت دكتورة. يا مرحبا فيك أستاذ هاني. في البداية إحنا يعني بننطلق من التساؤل العريض، هل تشكل رؤية 2030 خزانا للفرص المتعلقة بالشباب السعودي؟
حقيقة خليني أتكلم على رؤية 2030، كانت هي خارطة الطريق للمملكة العربية السعودية، وأعتقد أنها وحدت الجهود كل القطاعات سواء على مستوى القطاعات أو مستوى الأفراد، كيف نعيد بناء أو نساهم في بناء هذه الدولة العظيمة كأفراد وكمؤسسات وكقطاع عام وخاص وقطاع غير ربحي. اللي شفناه مروع الرؤية كان محل إعجاب عدد من الدول، ليس فقط على المستوى العربي وإنما على المستوى العالمي. فكانت هي فرصة أنه كيف يكون للشباب مساحة كبيرة في هذه المبادرات. إحنا اليوم نعرف أنه برامج التحول الوطني هو واحدة من برامج رؤية 2030، نعم. والبرنامج لمدة 5 سنوات فيه تقريبا 543 مبادرة. هذا الرقم الكبير من المبادرات بالتأكيد في مساحة كبيرة للشباب، فكيف الشباب سواء على مستوى رواد الأعمال أو على مستوى الموظفين والقيادين يستفيدون في هذا البرنامج. اليوم المركز على عاتقه أن كيف يخلق هذه المبادرات ووعي الشباب في هذا الجانب. اليوم المركز هو ذراع تنفيذي غير مباشر في إنجاح هذه المبادرة مثل أي مؤسسات مجتمع مدني في هذا القطاع. احنا نشوف اليوم أنه في فرصة للشباب بأن يتحولوا من الاتكالية إلى مبادرة، لذلك اليوم حتى على مستوى اللغة اسمها مبادرات، وبالتالي مبادرة تنبع من الشخص نفسه أو من القطاع نفسه. حلقة النقاش اللي أمس أعطتنا بعد أكبر أن الشباب قادر أن يكون جزء من هذا البرنامج التحول الوطني ويكون عنصر فاعل ومؤثر ومضيف في تحقيق أهداف هذه البرامج التحول الوطني، إذا عرفنا أن من ضمن أهدافها تعظيم المحتوى المحلي ورفع عدد الوظائف في هذه المبادرات. طيب جميل، أنت قلت من اللقاء يعني استشفيت أن سيكون حتى للشباب دور يعني مبادر من جهتهم، أنت كيف ترى تطلعات الشباب يعني للرؤية أهدافهم المتعلقة بهذه البرامج، برامج رؤية 2030 بشكل عام؟ البرنامج رؤية 2030 لا زالت هي محل يعني اهتمام الناس، فأعتقد أنها لم تشبع طرحا بشكل كبير من كافة قطاعات. أعتقد الحين احنا نتكلم عن برنامج التحول الوطني لمدة 5 سنوات وهو جزء من برامج رؤية 2030، والآن الخارطة الطريق فيه واضحة. اللي أمس شفناه كان في لغة أصبح ما تكون بغير واضحة للشباب كيف يستفيد من لغة من مبادرات التحول الوطني. صحيح. أمس من 3 مواضيع اللي طرقنا لها، الموضوع الأول فرصة تجارية على مستوى رواد الأعمال، كيف يقدم ملفه، كيف يقرأ وثيقة المبادرات، كيف يعمل تحالفات مع شركات مثله في الاستفادة من المبادرات. اليوم المبادرات موجودة على كافة الوزارات والقطاعات واسم المبادرة موجود والميزانية حقتها موجودة، لذلك اليوم على الشخص أو الشركة كيف يستطيع أن يستفيد ويفيد في هذه المبادرة. المحور الثاني كان على فرص العمل. في شباب اليوم عندهم الرغبة أنهم يكونون جزء من إدارة هذه المشاريع والمبادرات في المستقبل. طيب هذه تتطلب عدد من المهارات سواء على مستوى إدارة المشاريع، على مستوى التسويق، على مستوى التخطيط، على مستوى الالتزام والإخلاص في العمل. المحور الثالث كان كيف نفكك الهدف أو نحول الهدف إلى فرصة. إحنا لما نقرأ الهدف نقرأ بوجه العام، لكن أكيد لما يتم تحليله إلى أجزاء فرعية أكيد راح يخلقنا فرص، وبالتالي الشباب يتحول من الشخص اللي يتلقى إلى الشخص الذي يحاول يستفيد ويقدم الخدمة مباشرة سواء على المستوى الشخصي أو للقطاع نفسه المستفيد من هذه المبادرة. جميل، يعني أنت ذكرت 3 مجالات، لكن لو قسنا مثلا اتجاهات الشباب بشكل عام يعني وأنت قريب من توجهاتهم، يعني في الفرص التجارية، فرص العمل، في الفرص الثالثة، وين ترى يعني اتجاه الشباب إلى أين؟ الشباب اليوم في اهتمام كبير في ريادة الأعمال في المملكة، وأعتقد في إنشاء هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة تكون رافد، والآن في تداول في 2017 راح يكون هناك أسواق ثانوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. اليوم أغلب الدول الناجحة تعتمد على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهي رافد مهم في رفع عدد الوظائف وفي كذلك المساهمة في الناتج المحلي بشكل كبير، لكن هذا لا يمنع في بعض الشباب أن يرغب أن يكون جزء من الكفاءات التي تدير هذه المبادرات وليس فقط يتلقى هذا الموضوع. فإحنا اليوم مع وسط هذه المبادرات وهذا الكم من المشاريع وهذا الضخ الكبير من الفرص إلا تحتاج موهوبين ومبدعين وكفاءة يدرون هذه المبادرات من على مستوى الوطني، فهذول هم فئة يجب أن نهتم فيهم ويجب أن نعرف ما هي المتطلبات حتى يكونوا جزء من هذا الموضوع. الأمير محمد بن سلمان الله يحفظه أكد في مؤتمرات صحفية على تعظيم الفرص، وتعظيم الفرص هي واحدة التحول، يعني كيف نحول التحديات إلى فرص كبيرة. وحلقة النقاش اللي أمس ركزنا فيها فرص الشباب
في برنامج التحول الوطني. هدفها انه احنا لازلنا في حلقة نقاش، الموضوع لازال هو النقاش. اليوم بدأنا الصفحة الاولى، لكن هناك الاف الصفحات اللي راح تستمر سواء مع مؤسسات زي المركز المكسب مال الشباب او مع افراد اخرين. الموضوع طويل، لكن يحتاج من الشاب او من المؤسسات الصغيرة المتوسطة انها تبادر، تعرف، تخطط بشكل جيد وتكون جزء من هذه المنظومة. احنا يجب ان نتحول من الثقافة السلبية الى الثقافة الايجابية. الثقافة السلبية هي دائما مرتبطة بالشكوى والتذمر. نعم. الثقافة الايجابية تعتمد على المبادرة والقفز للحلول. احنا اليوم يجب ان نركز على هذا الجانب على كافة المستويات. اعتقد مشروع التحول الوطني هو مشروع مستدام من ناحية المبادرات والفرص والمشاريع. كيف إحنا نكون جزء منه ونستفيد ونقدم الشيء اللي إحنا نراه في السابق، نقول والله ما عندنا فرص، ما نعرف وين وش الأماكن المناسبة، لكن الحين في فرصة مناسبة لكل شاب وشابة سواء على المستوى الوظيفي أو على مستوى الشركات الصغيرة المتوسطة، أن تكون جزء من هذا الموضوع، تستفيد تجاريا وماليا وتفيد في تنفيذ وإحقاق هذه المبادرات بشكل أكبر. نعم، لكن لو تحدثنا عن جانب التحديات المحاطة بفرص الشباب، هل في تحديات معينة يجب أن يتخطاها الشباب برأيك حتى يحقق هذه الأهداف؟ ما في مشروع لا يكون في تحديات، وجزء وجمال كبير من الحياة أن يكون في تحديات. القدرة أن كيف تغلب على التحديات وتواجه الصعب. إحنا شفنا على مستوى القادة الأفراد أو على مستوى الدول اللي تميزت، ماليزيا، سنغافورة، اليابان، كلها كان في تحديات، لكن تجاوز التحديات بشكل مباشر. أنا أعتقد أنه من أبرز التحديات هي الاتكاء على الله سبحانه وتعالى والثقة أن اللي عند الله سبحانه وتعالى دائما هو أبقى، والمبادرة. يعني المحاولة الأولى لا تكفي، الثانية لا تكفي، الثالثة لا تكفي، لازم الواحد أن يستمر في المحاولة. إذا فكر إذا 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 اعتقد الشخص داخليا في عقل الباطن أنه لا، أنا ما راح أكون جزء من هذا الموضوع لأنه والله مرتبط مثلا بأشخاص آخرين أو أنا ما عندي الكفاءة والقدرة، هنا راح يتغلب على الجانب السلبي. أنا أؤمن إيمان تام أنه الشخص المبادر هو الشخص الذي يستطيع أن يحقق أهدافه. الصعوبات والتحديات اللي يواجهها الشخص هي مسألة ضياع الفرص، عدم استفادة منها بشكل كامل، المنافسة الشديدة من بعض القطاعات، لكن هذه على المستوى على المدى الطويل هي تخلق الشخصية وتخلق الكفاءة المناسبة. احنا اليوم لو نشوف برنامج رؤية 2030، الأمير محمد الله يحفظه أكد على وجود تحديات، وإحنا يجب أن نتغلب على التحديات. إذا إحنا راح نفكر دائما بالتحديات راح نفكر بشيء أقل. لازم إحنا نخلق الفرص ونفكر بالمستقبل وليس نفكر بالصعوبات التي تواجهها، لأن الصعوبات حسب ما أكد الأمير الله يحفظه راح يعني نحاول أن نكون أن ننظر لها بشكل مباشر ونتجاوزها. الهدف أنه كيف نستفيد من الفرص المتاحة، والتحديات هي جزء بسيط لا يتجزأ من موضوع الفرص بشكل أكبر. نعم، لو رجعنا إلى اللقاء وأردنا أن نتحدث فيه عن أبرز ما تم، يعني خلاصاته في نقاط، على ماذا تركزت؟ إحنا أكدنا في البداية أنه هذا اللقاء لما راح يطلع منه مبادرات ولا توصيات ولا شيء، إنما هو حلقة نقاش مفتوحة من الشباب إلى الشباب وبين الشباب وعن الشباب. اللي خرجنا فيه انه الان في افكار كثيره، ربما المركز يبادر فيها ان شاء الله قريبا، كيف يوسع نطاق هذا المشروع على مستوى المناطقي او على مستوى الفكره بشكل عام. احنا سوينا امس مده ساعتين جلسه رمضانيه شبابيه، لكنها فتحت لنا افاق وافكار اكبر، كيف نساهم في توعيه الشباب ومحاوله حل، يعني إتاحة الفرصة للشباب لاستفادة من هذا الموضوع بشكل أكبر. موضوع التحول الوطني موضوع 5 سنوات في عدد كبير من المبادرات. المركز ليس هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن هذا الجانب، ولكن المركز هو مؤسسة مهتم بالشباب وعلى دورها أنها كيف تعمل على فتح هذه الفرصة وأن تكون مبادرة. المركز المشار اللفظي المبادرة ستنجح، لكن نحاول أن نعزز كل أعمالنا ومبادراتنا بشكل واضح مباشر ونخلق الفرصة بشكل أكبر للشباب حتى على مستوى المعرفي، وليس فقط على مستوى خلق الفرصة بشكل مباشر. أمس كان هو حوار معرفي بحت، نعم، لكنه يقود بإذن الله لمبادرات على أرض الواقع تخدم البلد وتخدم المستفيد منه بشكل مباشر. طيب، في جانب المعرفة أنت ذكرت أنه يجب أن تطغى النظرة الإيجابية مقابل السلبية، قلت أن الشباب يملكون مبادرات لديهم توجهات، لكن إذا تحدثنا بصراحة عن الجانب السلبي، هل الشباب لديهم نظرة سلبية تجاه الرؤية في بعض الجوانب؟ ربما أكون ما أقول سلبية، ولكن ربما أقول نظرة غير واضحة بالنسبة لهم. لكن أمس حلقة النقاش هي نوضح مفاصل الرئيسية في التحول أو في برنامج التحول الوطني المنبثق من الرؤية. بعض الأوقات
عدم تقدير الشخص للقيمة بسبب عدم فهمه بشكل عام. وإذا كان الإنسان يقول عدو، الإنسان عدو ما يجهل، ليس نظرة سلبية بتوقعات سلبية، وإنما لأنه ما يعرف الضبط الإطار العام اللي ممكن يستفيد منه. لكن ما أقدر أقول سلبية، ولكنها عدم وضوح. وأمس حلقة النقاش هي واحدة من فرص الحوار المباشر والتعرف على مساحة الشباب في هذا الموضوع. اليوم وسط هذا الكم من المبادرات، بالتأكيد في كل قطاع وكل مبادرة في مساحة كبيرة للشباب. نعم. من راح يستفيد منها؟ من راح يقدمها؟ هم الشباب أنفسهم بشكل مباشر. فإذا إحنا كشباب على مستوى الفردي أو كمنظمات مهتمة بالشباب ما استطعنا أن نكون جزء من هذا الموضوع، راح نضيع على أنفسنا فرص في السنوات القادمة. نقول يا ليت أن سوينا شيء يقدم الشباب هذا الفرص ويتيح لهم أن يكونون جزء من هذا الموضوع. اليوم الأمير محمد الله يحفظه في أمريكا يقود حراك كبير جدا في شهر رمضان المبارك، وهذا ينعكس أنه العمل الجاد والمخلص والمخطط له هو راح إن شاء الله ينعكس في المستقبل على التحول الوطني أو على رؤية 2030. نعم، بمشيئة الله. الأستاذ هاني المقبل المدير التنفيذي لمركز الملك سلمان للشباب، شكرا جزيلا لك. الله يحييك، شكرا دكتورة. أعزائنا المشاهدين، وصلنا إلى الختام، إلى اللقاء.